السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمرحبا بكم في المحاضرة الأولى من المادة اللي بعد المد لمادة الإميونولوجيا. نكمل فيها المحاضرة العاشرة من مادة المد اللي كانت تحكي عن البي سيل اكتيفيشن، هذا الجزء الثاني منها، احنا رقم محاضرة 13 بي سيل اكتيفيشن 2. بس يمكن بعضكم طنش المحاضرة، ما درسها، ما رح يدرسها، بعضكم مش حيكون متذكرها، فراح اراجع المحاضرة العاشرة على السريع البي سيل اكتيفيشن 1، تمام، على اساس انه تكون كل الافكار مترابطة. المحاضرة سهلة وما بدها شيء ان شاء الله، وايضا يعني بدها شوية تركيز. بس خلنا نبدأ على السريع قبل ما نستعرض التوبكس تبعون المحاضرة. خلنا نبدأ بمقدمة نراجع فيها المعلومات اللي ذكرناهم في المحاضرة العاشرة. اتذكروا حكينا المناعة تنقسم إلى قسمين، مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة. المناعة الطبيعية اللي هي الانيت اميونيتي، والمناعة المكتسبة اللي هي الادابتيف اميونيتي. الانيت اميونيتي حكينا مناعة دائما نشطة متأهبة، أي مايكروب أي مسبب مرض ممكن يدخل على جسمنا تستجيب ضده. المناعة المكتسبة لا، مش دائما نشطة، وإنما بتكون في العادة نايمة، تمام، أول ما تتعرض لمسبب مرض معين بتتنشط، أول ما تتعرض لمسبب مرض معين بتتنشط. المناعة المكتسبة تحتوي على الخلايا التائية والخلايا البائية، الخلايا التائية التي سيلز والخلايا البائية البي سيلز، تمام. في عنا العديد من الخلايا التائية والخلايا البائية، وكل خلية تائية وكل خلية بائية بتكون سبيسيفيك لأنتيجن معين موجود في الطبيعة فقط. إيش معنى أنتيجن؟ أنتيجن يعني بروتين أو سكريات أو أي إشي بيكون موجود على مسبب مرض، بيكون موجود على مسبب مرض. فمثلاً نفترض إنه إحنا تقريباً يعني عنا بيكون 7 مليون خلية بائية في الجسم، كل خلية بائية من هدول 7 مليون بتكون سبيسيفيك، تمام، لا أنتيجن واحد في الطبيعة. هذا الأنتيجن إما بيكون بروتين، إما بيكون كربوهيدرات، إما بيكون ليبيد، وإما بيكون موجود على سطح بكتيريا، إما بيكون موجود على سطح فيروس، إما بيكون موجود على سطح فنجاي، بحيث يعني الجهاز المناعي يحاول يستوعب أكبر قدر ممكن من مسببات الأمراض. أول ما يتعرض الخلية البائية أو الخلية التائية للأنتيجن تبعهم، تمام، أول ما تتعرض الخلية البائية أو الخلية التائية للأنتيجن تبعها رايحة تتنشط. من وين بيجوا الخلايا التائية والبائية؟ بيجوا من الكومون ليمفويد بريكيرجر، هاي خلية جذعية موجودة في نخاع العظم، أو الليمفويد ستمسل، تمام، راح بعد هيك تتحول يا لخلايا بائية أو لخلايا تائية، تمام. الخلايا البائية بيصير لهم نضج، بيصير لهم ماتشوريشن في البون مارو، والخلايا التائية بيصير لهم نضج في الثايمس، تمام. بعد ما يصير لهم ماتشوريشن البي تي سيلز في البون مارو والتي سيلز في الثايمس، they will circulate in the blood، راح يمشوا في الدم، تمام، لحد ما يوصلوا للليمفويد اورجانز، لحد ما يوصلوا للبيريفيرال ليمفويد اورجانز زي الليمف نودز، تمام، زي العقد الليمفاويه، لانه عندنا العقد الليمفاويه في الرقبه، عند الحوض، موزعين في الجسم، زي السبلين، تمام، زي الطحال، وزي الميوكوزر اند كوتينيوس ليمفويد تيشوز. هذول الميوكوزر وكوتينيوس ليمفويد تيشوز مصغر للعقد الليمفاويه، بكونوا اصغر منهم، تمام، ومش زيهم، محاطين هيك بكابسول، موزعين في الجلد، موزعين في القناة الهضمية، في القناة التنفسية، في مداخل الجسم عموما يعني، تمام. الخلايا البائية والتائية بعد ما يصير لهم ماتشوريشن راح يروحوا يقعدوا هناك. خلينا نعمل زوم إن هنا ونشوف شو اللي بيصير بالضبط وكيف بعدوا فيهم. هاي عنا ليمف نود مضخمة، راح يجوا الخلايا البائية والتائية من الهاي اندوثيليال فينيول، بسبب انه في عندنا كيموكاينز، تمام. ايش هم الكيموكاينز؟ مركبات كيميائيه يندرجوا تحت السيتوكاينز، تمام. في عندنا عيله كبيره من المركبات اسمهم السيتوكاينز، هذول مركبات بيساهموا في الاستجابه المناعيه، وتكلمنا عن العديد منهم قبل المد. الان نذكر بواحد منهم اللي هم الكيموكاينز. هذول الكيموكاينز في عندنا بعض انواع الكيموكاينز بيكونوا موجودين في الخلايا الباقيه في هون في هالمنطقه في الليمف نودز، وبعض الكيموكاينز الاخرين، تمام، موجودين في هاي المنطقة. الكيموكاينز اللي هون وظيفتهم انهم يجذبوا الخلايا البائية لعند هاي المنطقة، تمام، لعند هاي المنطقة. المناطق اللي هون بنسميهم الفوليكلز اللي على الاطراف اللي انتم ملاحظين بالازرق، تمام، فيهم سيرتن كيموكاينز ذات اتراكت نايف بي سيلز. نايف معناها ساذج، الخلايا البائية اللي ما تم تحفيزهم، صار لهم ماتشوريشن بس لسه ما تحفزوا. في هون اذر كيموكاينز ذات اتراكت تي سيلز، تمام،
regarding certain receptors موجودين على البي سيلز والتي سيلز. ففي certain receptors راح يرتبطوا بالكيموكاينز الموجودين هون، فعشان هيك راح يجوا لهي المنطقه. في certain receptors ثانيين على البي سيلز راح يرتبطوا بالكيموكاينز اللي موجودين هون، عشان هيك راح ينجذبوا لهي المنطقه. وين البي سيلز راح يقعدوا؟ بهدول المناطق الزرقاء بنسميهم فوليكلز او بي سيل زونز، تمام. والتي سيلز راح يقعدوا في المناطق اللي تحتيهم بنسميهم تي سيل زونز، تمام، بنسميهم تي سيل زونز او بارا فوليكولار زون او بارا فوليكولار زون. هون الفوليكولار زون او بارا، هون التي سيلز بارا فوليكولار زون. تقريبا نفس الشيء بالنسبه للخلايا، بالنسبه للطحال. في الطحال بكون موزع زي هيك، فيه العديد من هذا الشكل، تمام، جواته بكون فيه مناطق. هدول المناطق اللي هنا اللي هم بنسميهم تي سيل زون، بقعدوا فيهم الخلايا التائيه. وفي مناطق هنا على الاطراف زي الفوليكلز، تمام، هنا اللي بالنص للتي سيلز، واللي على الاطراف للبي سيلز اللي بنسميهم وين استهم عليهم بنسميهم بي سيل زونز او فوليكلز، تمام، بنسميهم بي سيل زونز او فوليكلز. والارتريز اللي بيناتهم بنسميهم فوليكولار ارتريول، مش كثير مهمين، بس اعرفوا انه في مناطق للبي سيلز ومناطق للتي سيلز. وتذكروا كنا نحكي برا على الاخر، برا على الاخر في منطقه بنسميها المارجينال زون، منطقه بنسميها المارجينال زون، وايضا فيها خلايا بائيه، وايضا فيها خلايا بائيه. اوكي، في عندنا خلايا بائيه موجودين هون، خلايا تائيه موجودين هون، وهنا خلايا بائيه في الفوليكل، وهنا في الفوليكولار زون خلايا بائيه، تمام. طيب الان قعدوا هناك، شو حيقعدوا؟ مثلا احنا لما حكينا عن هاي الصوره، هي هم بدهم يقعدوا هون. طيب احنا مطالبين انه هدول الخلايا البائيه والخلايا التائيه يستجيبوا ضد الانتيجنز تبعينهم. الانتيجن من وين بدخل على الجسم؟ ممكن يدخل من الجلد، ممكن يدخل الميكروبات، يعني عموما اللي عليها الانتيجنز من وين تدخل؟ من الجلد، من الجهاز التنفسي، من الجهاز الهضمي. شنو بده يوصلها لهون؟ كيف بدها توصل لهون؟ خلينا نشوف كيف. اول شيء بتدخل من الجلد او تدخل من الجهاز الهضمي مثلا، او تدخل من الريسبيراتوري تراكت. في المنطقه في النسيج اللي دخلت فيها بكون في عندنا دنتريتك سيلز بتاخذ الانتيجنز، تمام، كابتشر ذا انتيجنز، وبتروح للليمف نودز. او مرات نفسهم الانتيجنز بيروحوا بواسطه الليمفاتيك فيزلز، تمام، لعند الليمف نودز. ففي عندنا الليمفاتيك فيزلز موجودين في التيشوز، يا اما بيروحوا الانتيجنز عن طريقهم مباشره للليمف نودز، يا اما الدنتريتك سيلز هم اللي بيحملوهم باخذوهم للليمف نودز. واذا دخلوا على الدم على طول، مثلا هنا دخلوا على هدول التيشوز بس ما ضلوا في التيشوز، لا، نزلوا للدم، صار في جرح عميق، وصل الجرح للشعيرات الدمويه، دخلوا بالدم، راح ينتقلوا عن طريق الدم في الفينيولز في الشعيرات الدمويه لحد ما يوصلوا للسبلين، تمام. فممكن يوصل الليمف نودز او السبلين بهدول الطريقتين. بعد ما يوصلوا راح يتعرض للخلايا البائيه والخلايا التائيه الانتيجنز، ويحفزوا الاستجابه المناعيه. هلا احنا في هاي المحاضره بدنا نحكي عن البي سيل اكتيفيشن، تمام، اللي بدانا فيه بالمحاضره العاشره. هيك قدمنا وفهمنا الان كيف وصلوا الانتيجنز للمناطق العقد الليمفاويه او للسبلين. طيب وصلوا لهم، هذا سطح خليه بائيه، شو اللي راح يصير؟ الخلايا البائيه بتتعامل مع نيتف انتيجنز، بتتعامل مع نيتف انتيجنز. ايش معنى نيتف انتيجنز؟ انتيجنز ما تعرضوا لاي تحطيم، لاي تغيير، تمام، نيتف in their original conformation، في التركيب الاساسي تبعهم ما تحطموا، ما تغير شكلهم، تمام. فالانتيجنز راح يتعرض الخلايا البائيه راح تتعرض للانتيجنز، بيرتبطوا على البي سيل ريسبتورز. هاي البي سيلز ريسبتورز بتنقل الاشاره لجوا عشان تنشط الخلايا البائيه، تمام. وايضا في هون حكينا ريسبتور صغير، ايش بنسميه هذا؟ عندنا بيكون مكون من اي جي الفا واي جي بيتا، تمام، اي جي الفا واي جي بيتا، وايضا بيساعد في نقل الاشاره. ففي عندنا اكثر من شغله. الشغله الاولى الاساسيه البي سيل ريسبتور، اللي هي بتكون عباره عن اميونوجلوبيولين مينلي اي جي ام، وممكن يكون اي جي جي، تمام. بيكون في البي سيل ريسبتور عباره عن اميونوجلوبيولين مينلي اي جي ام او اي جي جي. وفي هون اي جي الفا واي جي بيتا مساعدين لنقل الاشاره. وفي عندنا اذر ريسبتورز زي سي دي 21 ممكن ينقل اشارات، وسم تايمز سم تول لايك ريسبتورز ممكن ينقلوا اشارات. الهدف النهائي انه احنا نحفز الخلايا البائيه انه يصير لهم اكتيفيشن، نحفزهم انهم يصير لهم اكتيفيشن. اوكي، الان بعد ما يرتبطوا بالانتيجنز تبعينهم ممكن يصير شغلتين. ممكن انهم يتنشطوا تنشط تام لحالهم دون الحاجه الى خلايا تائيه، وممكن انهم يتنشطوا تنشط بس ما يكون تام ويحتاجوا لخلايا تائيه، تمام. الخلايا البائيه اللي بتتنشط بالارتباط للانتيجن تنشط تام وما بتحتاج لخلايا تائيه، تمام، هم المارجينال بي زونز. ليش اسمهم مارجينال بي زونز؟ لانهم بكونوا قاعدين، اذا بتتذكروا هون لما استعرضنا في المارجينال زون تبعت السبلين، تمام، في المارجينال زون تبعت السبلين.
او النوع الثاني في عندنا النوع الاول مارجنال بي زونز وفي عندنا البي 1 بي سيلز حكينا عنهم قبل الميت تمام. البي 1 بي سيلز هذول المارجنال زونز بيكونوا قاعدين في السبلين والبي 1 بي سيلز بيكونوا قاعدين في الميكوزال تيشوز وفي البيريتونيال كافيتي تجويف البطني وفي الميكوزال تيشوز اللي هم حكينا عنهم هنا تمام. طيب هذول النوعين من الخلايا ما بيحتاجوا خلايا تائية في التنشيط، مجرد ما يرتبطوا بالانتيجنز تبعونهم خلاص على طول بيصير لهم تنشيط تمام، بتنشطوا بصيروا يفرزوا انتي باديز من نوع اي جي ام، بصيروا يفرزوا انتي باديز من نوع اي جي ام تمام. هذول الخلايا بس يتنشطوا تحول لخلايا بلازميه، they are short lived plasma cells، ما بيعيشوا فترات طويله، بيعيشوا فترات قصيره وبموتوا تمام، بيعيشوا فترات قصيره وبموتوا. ممكن يكونوا خلايا ذاكره بائيه بس يعني هذا الشيء نادر، بس غالبا هذول البي سيلز تعرضوا للانتيجن تبعهم يتحولوا لشورت ليفد بلازما سيلز بصيروا يفرزوا انتي باديز اي جي ام وبيعيشوا قليلا، بيعيشوا قليلا. هلا هذا الحكي حكيناه في المحاضره الماضيه، احنا موضوع محاضرتنا الاساسي هاو بي سيلز او هاو تي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن اوكورز، اللي هم الخلايا البائيه اللي بيحتاجوا لخلايا تائيه لاجل انهم يتنشطوا. هنا بالعاده هنا الانتيجنز في اللي ما بيحتاجوا تي سيلز عاده بيكونوا بوليسكارايدز ليبيدز تمام، زي ما شايفين بوليسكارايدز ليبيدز ما بيكونوا بروتينات تمام. البروتينات عاده بيحفزوا التي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن، تي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن اوكي. هنا البروتينات راح يرتبطوا على الاميونو جلوبولينز اللي على سطح الخلايا البائيه اللي هم يا اي جي ام يا اي جي دي، بنلاحظوا انهم فقط اي جي ام، يا اي جي ام يا اي جي دي تمام. راح يعملوا اكتيفيشن اللي بنسميه التي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن، راح ينتج لي خلايا بلازميه بتعيش طويلا تمام، وما بتفرز فقط اي جي ام، ممكن انها تفرز اي جي جي اي جي اي واي جي اي تمام. فبتعمل شيء اسمه ايزوتايب سويتشنج، يعني بتصير تفرز انواع اخرى من الانتي باديز تمام، وهذول بيكونوا اقوى اجمالا من هذول وبكونوا لونج ليفد تمام، بكونوا لونج ليفد. والانتي باديز زي ما حكينا هاي افينيتي انتي باديز لانهم اقوى، فالانتي باديز بيكون عندهم قدره اكبر على الارتباط بالميكروبات تمام، ولونج ليفد بلازما سيلز هذول الخلايا البائيه بيعيشوا فترات طويله اوكي. اذا هذا جدول بيلخص الفرق بين الاندبندنت بي سيل اكتيفيشن والتي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن تمام. هنا عاده اللي بيصير لهم اكتيفيشن هم الفوليكولار بي سيلز، اما هنا البي 1 بي سيلز والمارجنال زون بي سيلز. هذا الاكتيفيشن زي ما حكينا بيكون ويك اكتيفيشن ومده حياتهم شورت، بتكون الخلايا الناتجه البلازميه الناتجه. هنا بيكون سترونج اكتيفيشن ومده حياتهم بتطول كثير، بتستمر عشرات السنين تمام. هنا الانتيجنز اللي بيحفزوهم هم بروتين انتيجنز، هنا نون بروتين انتيجنز. هنا انتي باديز ار يوجوالي اي جي ام، ممكن ترى انه يتحول لاي جي جي بس عاده ذي ار اي جي ام. هنا انتي باديز ذي ار يوجوالي اي جي جي، ممكن يكونوا اي جي اي واي جي اي اوكي. هنا تي ديبندنت سو ذي نيد هيلبر تي سيلز، هنا ذي دو نوت نيد هيلبر تي سيلز اوكي. اخر كلمتين نحكيهم عن التي اندبندنت بي سيل، ذي برودوس زي ما حكينا شورت ليفت بلازما سيلز وميموري سيلز. هذا شيء نادر جدا انهم يفرزوا ميموري سيلز. ايش يعني الميموري سيلز؟ الميموري سيلز هم خلايا بائيه بينتجوا بكونوا متنشطين جزئيا تمام، بكونوا متنشطين جزئيا بحيث بيضلوا في الجسم لما الجسم يتعرض لنفس الانتيجن مره ثانيه، لما الجسم يتعرض لنفس الانتيجن مره ثانيه بتنشطوا بسرعه، بتنشطوا بسرعه احسن من النييف بي سيلز، احسن من الخلايا البائيه اللي ما تعرضوا لانتيجنز بالمره تمام. فهذول الميموري بي سيلز بيكونوا جاهزين انه اذا الجسم تعرض لانتيجنز مره ثانيه يكونوا جاهزين يتنشطوا اسرع. والشورت ليفد بلازما سيلز دول اللي ليف سمتايمز فور سيفرال دايز سمتايمز فور سيفرال مانثز، يعني ما بيزيدوا عن سيفرال مانثز اوكي، ما بوصلوا لسنوات زي التي ديبندنت بي سيلز. وسكريت انتي باديز وين بيكونوا موجودين؟ They are generally found in secondary lymphoid organs زي الليمف نودز وزي السبلين و in peripheral lymphoid tissues such as the skin اوكي. Now these are the topics that we will discuss in this lecture. We have finished the introduction. Now we will talk about T-dependent B-cell activation. لنفترض إنه البي-سيل زي ما حكينا هيها قاعدة في الليمف نود في الفوليكل تبعها، وجاها الانتيجن تبعها اللي هو انتيجن بروتيني، وبدها تعمل T-dependent B-cell activation، بدها تعمل T-dependent B-cell activation. إيش اللي راح يصير بالضبط؟ راح يصير في عنا ست خطوات. أول إشي الخلايا البائية الخطوة الأولى إنهم they will meet their antigen okay they will become activated. راح يأخذوا الأنتيجن بما إنه أنتيجن بروتيني تمام، راح يأخذوا الأنتيجن بما إنه أنتيجن بروتيني، يعملوا له internalizing، يعملوا له إدخال خلوي تمام internalizing،
وبيعدلوا عليه شويه ويطلعوه على ام اتش سي كلاس 2، بيطلعوه على مركب اسمه ام اتش سي كلاس 2، بفرزوه على سطحهم. So they take their antigens, they internalize it and present it on ام اتش سي كلاس 2. تمام؟ وبعد هيك عشان خلص اخذوا الانتيجن تبعهم، بصير بدهم يطلعوا من الفوليكل. فشو بيسووا؟ الريسبتور اللي كان موجود عليهم اللي هو كيموكاين ريسبتور 5، هذا الكيموكاين ريسبتور 5 هو اللي كان يرتبط بالكيموكاينز اللي موجودين هون، تمام؟ شو اصلا الكيموكاينز اللي موجودين هون؟ اللي خلاهم يجذبوا الخلايا البائيه مش الخلايا التائيه، انه هون في كيموكاين ريسبتور 5، تمام؟ بيرتبطوا فيهم الكيموكاينز اللي هون فبيجذبوهم لعندهم الخلايا البائيه، اوكي؟ هلا بعد ما الخليه البائيه صارت بدها تطلع، معناته راح تشيل الكيموكاين ريسبتور 5 اللي على سطحها، راح تشيل الكيموكاين ريسبتور 5 اللي على سطحها، راح تبلش تطلع كيموكاين ريسبتور 7، كيموكاين ريسبتور 7. ليش طيب؟ لانه الكيموكاين ريسبتور 7 هو نفسه اللي موجود على الخلايا التائيه، هو اللي خلاهم يقعدوا هاي الليمف نود، هو اللي خلاهم يقعدوا في البرا فوليكولار زون. السيتوكاينز او الكيموكاينز اللي هون كانوا يجذبوا الخلايا التائيه لانه على سطحهم كيموكاين ريسبتور 7، تمام؟ فالبي سيل بدها تروح للتي سيل علشان تلتقي فيها وتصير التي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن، تمام؟ فبتشيل الريسبتور اللي هو موجود على سطحها بشكل طبيعي وبتطلع نفس الريسبتور اللي موجود على سطح الخلايا التائيه عشان تتوجه لجهتهم، عشان الكيموكاينز اللي هون يجذبوها لعندهم. ساعتها بتطلع الخليه البائيه من الفوليكل، تمام؟ تطلع هاي الفوليكل طلعت منها. بالمقابل الخليه التائيه، تمام، راح تتعرض لنفس الانتيجن، راح تتعرض لنفس الانتيجن، راح مش لحالها يعني ما راح تستقبل الانتيجن بنفسها، راح تقدم لها اياه دنتريتكسل، تمام، راح تقدم لها اياه دنتريتكسل ويصير لها برضه اكتيفيشن. التي سيل راح تخفض الريسبتور اللي على سطحها اللي هو الكيموكاين ريسبتور 5، راح تبلش راح تخفض عفوا الكيموكاين ريسبتور 7 اللي على سطحها، وتبلش تطلع كيموكاين ريسبتور 5، وتبلش تطلع كيموكاين ريسبتور 5 اللي هو موجود على سطح مين؟ اللي هو موجود على سطح الخلايا البائيه، اللي هو موجود على سطح الخلايا البائيه، تمام؟ فبالتالي بتصير برضه زيها زي الخليه البائيه، كيف هاي بدها تتوجه لهون؟ الخليه التائيه بتصير بدها تتوجه لهون، تتوجه للمنطقه اللي فيها الكيموكاينز تبعون الخلايا البائيه. فالناتج النهائي انهم راح يلتقوا في النص، فكل واحد منهم بيخفض الكيموكاين ريسبتور اللي على سطحه وبيطلع الكيموكاين ريسبتور الموجود على سطح الخليه الثانيه، تمام؟ عشان كل واحد منهم يطلع لجهه الثانيه ويلتقوا بالنص. فاذا الخطوه الاولى انه راح يلتقي بالانتيجن وتطلع لبرا، الخطوه الثانيه انه هاي راح تلتقي برضه بنفس الانتيجن تطلع لهون، والخطوه الثالثه انه they will meet، they will meet. طيب بعد ما يلتقوا خلينا نعمل زوم ان للي حيصير بيناتهم. البي سيل الانتيجن اللي اخذته وهي في الفوليكل، تمام، حكينا عملت له انترنالايزنج وبتفرزه على ام اتش سي كلاس 2، بتفرزه على ام اتش سي كلاس 2، راح يرتبط بالخليه التائيه بواسطه التي سيل ريسبتور. فالتي سيل ريسبتور راح يرتبط بالام اتش سي كلاس 2 اللي موجود على الخليه البائيه اللي هو حامل للبروتين، اللي هو حامل للانتيجن او البيبتايد اللي صار له انترنالايزنج وعرض على الام اتش سي كلاس 2، تمام؟ فاذا الخليه البائيه عرضت على الام اتش سي كلاس 2 البيبتايد، ارتبط بالتي سيل ريسبتور الموجود على سطح الخليه التائيه. في انتر اكشن ثاني على سطح الخلايا البائيه، في مركب اسمه سي دي 40، تمام؟ في مركب اسمه سي دي 40. في المقابل الخليه التائيه اول هون ما تعرضت للانتيجن تبعها طلعت شيء اسمه سي دي 40 ليجند. سي دي 40 ليجند، تمام؟ فبرضه هذا راح يرتبط بالسي دي 40، يصير في انتر اكشن ثاني، تمام؟ يصير في انتر اكشن ثاني. تذكروا انه احنا تي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن. فالخليه التائيه وظيفتها بالاخر تعمل اكتيفيشن للبي سيلز، تعمل اكتيفيشن للبي سيلز، تمام؟ الاشاره الاولى راح تنتقل عن طريق الاكتيفيشن بواسطه تي سيل ريسبتور مع الام اتش سي كلاس 2، الاشاره الثانيه بواسطه سي دي 40 ليجند مع السي دي 40. في اشاره ثالثه بعد هذول الارتباطين، التي سيل راح تصير تفرز سم سايتوكاينز، تمام؟ والخليه البائيه نفسها تكون مجهزه حالهم طلع سايتوكاين ريسبتور علشان يرتبط عليهم هذول السايتوكاينز الجايين من الخلايا التائيه، تمام؟ ساعتها في عندنا ثلاث اشارات داخلين للخليه البائيه، بتتنشط الخليه البائيه اندر جو اكتيفيشن علشان تصير تفرز انتي بوديز. طيب الان هيك بس كل هذا اللي حيصير؟ لا، الخليه البائيه بعد ما وصلتها الاشارات الثلاثه هذول، يا اما بتتنشط في المنطقه هاي اللي بالنص اللي هي بين الفوليكل والبارافوليكولار زون، بنسميها اكسترا فوكي زون، بنسميها اكسترا فوكي زون، او اما انها بترجع على الفوليكل تبعتها او بترجع على الفوليكل، تمام؟ وهنا بتكون شغله بنسميها الجيرمينال سنتر، بتكون شغله بنسميها الجيرمينال سنتر وبتعمل اكتيفيشن هون. كل وحده من التنتين، كل منطقتين لهم خواص معينه، بصير فيهم اكتيفيشن لطريقه معينه، تمام؟ اكتيفيشن بطريقه معينه، والناتج النهائي بيختلف عندنا، والناتج النهائي بيختلف عندنا. So there are
two places where the B cells can be activated. Extrafollicular B cell activation هي في الاكسترا فوكي زون، اوكي. المكان الثاني اللي هم الجيرمينال سنتر زون، اوكي. In germinal centers inside the follicles ممكن يصير في عندنا activation. قبل ما نحكي عن هذول المكانين بالتفصيل، تمام، اكثر موضوع محاضرتنا راح يكون عن هذا المكان، وراح نحكي عن هذا المكان باختصار يعني. But let's read what we have said. Steps of T-dependent B-cell activation. The B-cell will recognize its antigen وبتطلع towards T-cell zone. The helper T-cell برضو will recognize the same antigen راح تطلع towards the follicular zone. They will meet in the middle. تمام؟ They will meet in the middle. الآن T-cell receptor راح يرتبط بمين؟ راح يرتبط بالMHC class 2 مع البيبتايد اللي موجود على B-cell receptor. والT-cell راح يكون على سطح CD40 ligand اللي راح يرتبط بالCD40 اللي موجود على سطح الخلايا البائية. في عندنا CD40 ligand على سطح الخلايا التائية راح يرتبط بالCD40 على سطح الخلايا البائية. وكذلك الخلايا التائية راح تصير they will produce some cytokines. Okay, they will secrete some cytokines that will bind on B cells. That will bind on B cells. Okay. كل هدول الشغلات الثلاثة الارتباطات لهم أهمية في B cell activation. لهم أهمية في B cell activation. لاحظوا زي ما حكينا دائما البي سيلز بتتعامل مع نيتيف انتيجنز، بتتعامل مع نيتيف انتيجنز. هون الانتيجن صحيح انها دخلته لجوا وعملت له بروسيسنج، غيرت التركيب تبع الانتيجن عشان يقدر ينعرض على الام اتش كلاس 2، بس هي في النهايه الاستجابه النهائيه والانتي بوديز اللي راح تفرزهم هاي الخليه البائيه راح يكونوا ضد هذا الانتيجن اللي في النيتيف كونفورميشن، مش بعد معدلته، تمام؟ مش راح تفرز انتي بوديز يكون سبيسيفيك لشكل الانتيجن بعد التعديل، لا، راح تفرز انتي بوديز راح يكون سبيسيفيك لشكل الانتيجن قبل التعديل، تمام؟ اللي هو الانتيجن اللي بيكون على سطح البكتيريا بشكل طبيعي او على سطح المسبب المرض عموما. ضل شيء هنا ما حكيناه؟ حكينا كل شيء. اوكي. Now let's start speaking about types of T cells, T dependent B cell activation. حكينا we have two types. التايب الاول اللي بيصير في الاكسترا فوكي او اكسترا فوليكيولار زون، تمام؟ بعد ما يصيروا الارتباطات الثلاثه في نفس المنطقه في الاكسترا فوليكيولار زون، في المنطقه اللي بالنص بين الفوليكل وبين البارافوليكولار زون، او النوع الثاني اللي هو الاكتيفيشن اللي بيصير في الفوليكولار زون، تمام؟ اللي بيصير جوا الفوليكل في منطقه اسمها الجيرمينال سنتر. طيب. اوكي، زي ما حكينا في عندنا تو تايبس او تو بليسز وير تي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن اوكورز. المكان الاول اللي هو الاكسترا فوليكولار فوكس، تمام، او اكسترا فوكاي زون، اكسترا فوليكولار فوكس في منطقه، يعني المهم انه خارج الفوليكل، خارج الفوليكل. اطلعوا هنا البي سيلز طلعوا والتقوا مع التي سيلز بالنص، تمام. ممكن انهم يعملوا اكتيفيشن في هاي المنطقه خارج الفوليكولار، وممكن انهم يرجعوا، تمام، البي سيل هاي تروح هنا على الفوليكل، تمام، تروح على الفوليكل وتكون حواليها مكوره زي هيك دويره جوا الفوليكل، نسميها الجيرمينال سنتر، نسميها الجيرمينال سنتر. هنا البي سيلز في كلتا الحالتين سواء هون او هون راح تتضاعف، فانتم زي ما انتم شايفين في عندنا كثير بي سيلز، تمام. جوا الفوليكل بكون عندنا فوليكولار هيلبر تي سيل وفوليكولار دنتيتك سيل، تمام. تحت بالجزء السفلي من الفوليكل في عندنا بس بي سيلز عم بينقسموا. في الجزء العلوي من الفوليكل من الجيرمينال سنتر، احنا هون عم نحكي عن الجيرمينال سنتر، هاي الفوليكل كامل، تمام. الجزء السفلي من الجيرمينال سنتر عندنا البي سيلز اللي عم بتكاثروا، الجزء العلوي في عندنا بي سيلز مع فوليكولار هيلبر تي سيل فوليكولار دنتريتك سيل. الفوليكولار دنتريتك سيل راح تاخذ نفس الانتيجن اللي عمل اكتيفيشن للبي سيلز، تمام، اللي اخذته البي سيلز من هون، اللي اخذوه التي سيلز من هون وصار في عندنا ربط، تمام، وتعرضه على سطحها in its native conformation. تعرض هذا الانتيجن in its native conformation للبي سيلز عشان عمليه الماتشوريشن، عشان عمليه الاكتيفيشن عفوا تتم بشكل كامل، تمام، عشان عمليه الاكتيفيشن تتم بشكل كامل. راح نفهم هذا الشيء بعد شوي بالضبط شو معناه، تمام. بس المهم الان في عندنا منطقتين بصير فيهم اكتيفيشن للبي سيلز بعد هذا الارتباط، اما اكسترا فوليكولار واما في الجيرمينال سنتر. الجيرمينال سنتر وين موجوده؟ جوا الفوليكل. المنطقة اللي خارج الجيرمينال سنتر في الفوليكل بنسميها المانتل زون. هاي المنطقة بنسميها الجيرمينال سنتر. المنطقة السفلية اللي فيها تكاثر البي سيلز بنسميها الدارك زون، بنسميها الدارك زون، تمام؟ لأنها تحت الاميونوفلوريسنس لما نستخدم صبغة مشعة، تمام؟ هنا هاي المنطقة بتبين بلون غامق شوي، تمام؟ بتبين بلون غامق شوي.
باللون الاحمر الغامق، المنطقه هاي بنسميها لايت زون، بنسميها لايت زون تمام. فعندنا هاي الجيرمينال سنتر، في عندنا لايت زون، في عندنا دارك زون، وبرا بنسميها المانتل زون. ضل شيء لاحظوا انه في الاكسترا فوليكولار اكتيفيشن بنتج عندنا شورت ليفد بلازما سيلز تمام، هذول ما بيعيشوا فترات طويله، خلافا اللي هون اللي بيصيروا جوا الفوليكل جوا الجيرمينال سنتر بيكونوا لونج ليفد بلازما سيلز، وبينتجوا معاهم ميموري بي سيلز تمام. ما تتلخبطوا بس تقراوا كلمه شورت ليفد بلازما سيلز تمام، ما تتلخبطوا بينهم بين تي اندبندنت بي سيل اكتيفيشن. اذا بتتذكروا هنا حكينا عن التي اندبندنت بي سيل اكتيفيشن لما حكينا انه مدتهم شورت، وهنا التي ديبندنت حكينا بشكل عام بكونوا اطول من التي اندبندنت تمام. تحت التي اندبندنت في عندنا الاكسترا فوليكولار تمام، في عندنا الاكسترا فوليكولار، وفي عندنا اللي بتكون في الجيرمينال سنتر، اللي في الجيرمينال سنتر فيري لونج، اللي هنا بتكون شورت ليفد بلازما سيلز بس بتضل لونجر ذان ذا تي اندبندنت بي سيل اكتيفيشن، بتضل لونجر ذان تي اندبندنت بي سيل اكتيفيشن. اوكي يا جماعه، so T dependent B cell activation we have two types, extrafollicular activation and germinal center activation. Germinal center activation زي ما حكينا بينتجوا long lived plasma cells وبينتجوا ايضا memory B cells. بالمناسبه ال extrafollicular activation هذول بصيروا in early phase before the germinal center activation occurs تمام، فبصيروا هذول قبل ما يصير الجيرمينال سنتر اكتيفيشن تمام. هذول بينتجوا شورت ليفد بلازما سيلز، هذول بينتجوا لونج ليفد بلازما سيلز افتر ا فيو دايز ليتر فروم ذا اكسترا فوليكولار تي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن. وهذول فيهم الفوليكولار هيلبر تي سيل تمام، فيهم الفوليكولار هيلبر تي سيل راح نحكي عنها بعد شوي. راح نبدا الان بالجيرمينال سنتر تمام، بالجيرمينال سنتر اكتيفيشن. الجيرمينال سنتر اكتيفيشن بصير فيه اربع شغلات رئيسيه، بصير فيه اربع شغلات رئيسيه. التقت البي سيل برا مع التي سيل ارتبطوا، ممكن ينعمل لهم تكمل الاكتيفيشن هون، ممكن ينعمل لهم اكتيفيشن هون. هنا بصير اربع شغلات رئيسيه. الشغله الرئيسيه الاولى اللي هي الافينيتي ماتشوريشن. الافينيتي ماتشوريشن انه احنا عندنا الخلايا البائيه اللي عم تتضاعف هاي، بده يطلع عندنا منها خلايا بائيه الانتي بوديز او الريسبتورز اللي على سطحهم، البي سيل ريسبتورز او الانتي بوديز اللي على سطحهم، والانتي بوديز اللي راح يفرزوهم اقوى في الارتباط بالانتيجنز من البي سيل الاصليه تمام. فالبي سيلز اللي عم بتكاثروا راح يطلع عندنا بسبب الافينيتي ماتشوريشن الانتي بوديز اللي على سطحهم تمام، او الريسبتورز اللي على سطحهم او الانتي بوديز اللي بيفرزوهم اقوى في الارتباط على الانتيجنز تبعونهم من اللي بيكونوا على البي سيل الاصليه. فهذا معنى affinity maturation to have antibodies with better affinities. وراح يصير عندنا شغله ثانيه الايزوتايب سويتشنج تمام. الايزوتايب سويتشنج اللي هي سويتشنج فروم اي جي ام، يكون عندنا الانتيبادي الاساسي اي جي ام يتحول لا يصير عندنا اي جي جي او اي جي اي او اي جي اي تمام، وكل واحد منهم له مهمه. هذا ضد البكتيريا والفيروسات بيكون افضل، هذا لما يكون في عندنا هيلمنثز تمام ديدان، ولما يكون عندنا تفاعل حساسيه بيكون موجود تمام. هذا في الميوكوزال سيرفيسز على الميوكاس مثلا في الانف في الفم الى اخره. راح ينتج عندنا لونج ليفد بلازما سيل تمام، زي ما حكينا راح ينتج عندنا لونج ليفد بلازما سيلز، وراح ينتج عندنا ميموري بي سيلز. اوكي ليتس ستارت سبيكينج اباوت ذم، بس بيفور وي ستارت سبيكينج اباوت ذم خلينا نشوف تركيب الجيرمينال سنتر عن قرب تحت المايك تحت الميكروسكوب. زي ما حكينا الجيرمينال سنتر هيها تمام، خلينا نرسم به هذه الفوليكل كاملة تمام، هذه اللي هنا هيك، هاي الفوليكل كاملة اللي جوا، هاي اللي جوا الفوليكل، هاي هي الجيرمينال سنتر تمام. هون الجيرمينال سنتر، الجيرمينال سنتر تمام تنقسم إلى قسمين، المنطقة الخارجية اللي هي اللايت زون تمام، اللي هي فيها فوليكولار دنتريك سيلز وفوليكولار تي سيلز، وفي عندنا تحت اللي هي الدارك زون تمام. هاي هي الدارك زون وهاي هي اللايت زون تمام. هنا هاي هي اللايت زون وهاي هي الدارك زون. الدارك زون اللي فيها انقسامات البي سيلز تمام، اللي فيها انقسامات البي سيلز، هون الدارك زون. هلا برا الجيرمينال سنتر المنطقه هاي بنسميها المانتل زون. الاصل انه الفوليكل زي ما تتذكروا من زمان، الفوليكل بدايه المحاضره اعتقد حتى نبهنا عليها، بتقعد فيها البي سيلز، هنا بتقعد فيها النييف بي سيلز قبل ما يصير في عندنا اكتيفيشن تمام. هلا بعد ما تشكلت الجيرمينال سنترز المنطقه السفليه بلش يتكاثر عندنا فيها البي سيلز، ويصير عندنا فيها فوليكولار دندريك سيلز وفوليكولار تي سيلز. المنطقه الخارجيه
لساتها طبيعية، لساتها فيها نيف تي نيف بي سيلز، تمام؟ لسه فيها، وين كنا؟ لسه هاي بكون فيها نيف بي سيلز، اوكي؟ إذا بدنا نيجي نصبغ الفوليكل بإميونوفلوريسنس، راح نلاحظ إنه في المنطقة الدارك زون اللون أحمر، استعملنا هون صبغة بنسميها أنتي سي دي 23، تمام؟ ليش اسمها أنتي سي دي 23؟ لأنها بترتبط على ريسبتور اسمه سي دي 23 موجود على البي سيلز وموجود أيضاً على الفوليكلار دنتيفيك سيلز. تمام؟ هلا هون السي دي 23 ارتبطوا على البي سيلز ولانهم مايتوتيكلي اكتف عم بينقسموا قاعدين فظهر عندنا اللون الاحمر. سو بيكوز ذي اكسبريس سي دي 23 لون اخضر بسبب الريبليكيشن تبع الخلايا البائيه ظهروا باللون الاحمر. هلا برا عندنا في هاي المنطقه في عندنا فوليكولار دنتيتك سيل وفوليكولار تي سيلز، اوكي؟ الفوليكولار دنتيتك سيلز في المنطقه الخارجيه اللي هي اللايت زونز بيكون على سطحهم كتير كتير CD23، تمام؟ في كتير كتير CD23 higher density than CD23 على البي سيلز، فبيطلع لونهم أخضر فاتح، بيطلع لونهم bright green، تمام؟ المنطقة الخارجية تماماً اللي هي المانتل زون، تمام؟ المانتل زون بالآخر في عنا naive B cells، okay we have naive B cells، بس زي ما حكينا naive B cells CD23 على سطحهم أقل من CD23 على سطح الفوليكولار دنتيتك سيلز، فاللون الاخضر اغمق شوي مش فاتح كثير زي هون، اوكي؟ واللي باللون الاصفر هذول يعني بيكونوا لسه شوي مايتوتيكلي اكتف، ففي شويه انقسامات، اوكي؟ يعني هو زي اندماج بين اللون الاخضر واللون الاحمر، ففي شويه مايتوتيكلي اكتيفيتي وفي لون اخضر فاتح، اوكي؟ سو ان ذا جيرمينال سنتر وي هاف ذا مانتل زون، وي هاف ذا جيرمينال ان ذا فوليكل وي هاف ذا مانتل زون اند وي هاف ذا جيرمينال سنتر which is which consists of light zone and the dark zone. Okay. So we will speak now after we have spoken about the germinal center structure. Remember that the germinal center contains activated B cells, follicular helper T cells, and follicular dendritic cells. And remember that follicular dendritic cells, they catch the antigen in its native form and produce it and process it to the B cells in the germinal center. For more activation, okay. For more activation, وبرضو the follicular dendritic cells they have some complement receptors to catch the antigen, to catch the antigen and process it to B cells, okay. So they have complement receptors and Fc receptors, تمام؟ علشان يقدروا يمسكوا الانتيجين ويقدموا للB cells في أثناء مرحلة الactivation, okay. Now after we have spoken about the structure of the germinal center, let's start speaking about the four processes that we have mentioned earlier, the affinity maturation, isotype switching, long-lived plasma cell differentiation, and generation of memory B cells. Let's start with affinity maturation. This picture summarizes the four steps of the germinal center activation. Let's start with affinity maturation. Now, هنا الخلايا البائية دخلت عنا على منطقة الترمينال سنتر بعد ما ارتبطت بالخلايا التائية فهيهم دخلوا. They will start proliferation, and when they are proliferating, okay, when they are proliferating, they produce somatic mutations. تمام؟ بصير في عندهم mutations. تحديداً وين mutations بتصير؟ بتصير على the variable genes of the antibodies اللي موجودين على سطحهم. اتذكروا إنه الانتيبادي بيكون مكون، بيكون الانتيبادي مكون من منطقة الجزء العلوي هذا اللي هو بنسميه variable region. المنطقة اللي تحت بنسميها constant region. The variable region, تمام؟ في الجين تبعها بيصير في عنا طفرات كتير، تمام؟ بيصير في عنا طفرات كتير. ليش هاي الطفرات كتير بتصير؟ علشان ينتج عنا affinities مختلفة. ما راح تختلف الaffinities الآن، ما راح تختلف إنه هذا الخلية البائية كانت مثلاً عندها قدرة ترتبط بأنتجن معين وبطل عندها قدرة تماماً، لا. بس القدرة تبعت ارتباطها بأنتجن معين يا راح تزيد شوي يا راح تقل شوي. الآن بعد ما نتج عنا هاي الكمية الكبيرة من الخلايا البائية بهاي الطفرات اللي صارت طفرات عشوائية، بدنا نحاول نستثني البي سيلز اللي طلع على سطحهم لو أفينيتي أنتيبوديز، اللي طلع على سطحهم لو أفينيتي أنتيبوديز اللي بيرتبطوش بالأنتيجنز بشكل جيد، تمام؟ كيف بدنا نستثنيهم؟ بعملية الأفينيتي ماتشوريشن. راح يطلعوا الخلايا البائية بس يصير لهم ميوتيشن وانقسامات، تمام؟ بيطلعوا لبرا وراح يواجهوا هنا الفوليكولار دنتيتك سيل والتي فوليكولار هيلبر سيل. شو اللي راح يصير؟ الفوليكولار دنتيتك سيل راح تبلش تفرز انترلوكين 21، انترلوكين 21. هذا الانترلوكين 21 بقتل كل الخلايا البائيه اللي عم بتمر من هون، الا اذا الخلايا البائيه
كان عندها قدره ترتبط بالانتيجن اللي مورجيته الفوليكولار دنتيتك سيل على سطحها، تمام؟ فاذا الفوليكولار دنتيتك سيل على زي ما حكينا الفوليكولار دنتيتك سيل بتورجي الانتيجن على سطحها لاجل البي سيل اكتيفيشن، فهي ورجته على سطحها. الان نفس الوقت بتفرز انترلوكين 21، اي حدا ما بيرتبط على سطحها راح يموت من الانترلوكين 21. فمين اللي راح يرتبط على الانتيجنز اللي موجودين على سطح الفوليكولار دنتيتك سيلز؟ اكيد الهاير افينيتي، تمام؟ اللو افينيتي انتي بودي يعني راح ياخذ مكانهم الهاير افينيتي، كلهم طالعين، اللي بسبو هو الاقوى، تمام؟ فالهاي افينيتي انتي بوديز والبايند سترونجلي تو فوليكولار دنتيتك سيلز، فما راح يصير لهم ابوبتوسس، برضه راح يرتبطوا بالتي فوليكولار هيلبر سيل بافراز ام اتش سي كلاس 2 على سطحهم، تمام؟ اللي حترتبط فيهم التي سيلز بواسطه التي سيل ريسبتور، فبصيروا ياخذوا سرفايفل سيجنال، فساعتها الانترلوكين 21 ما راح يقتلهم خلافا الخلايا الثانيه. يطلعوا هون نتج عندنا ثلاث خلايا بي سيلز، كل واحد منهم الانتيجن اللي على الانتي بادي اللي على سطحه له افينيتي مختلفه، تمام؟ هذا كان الاقوى في الارتباط مع الفوليكولار دنتيتك سيل، فهذا الخليه هاي البي سيل، تمام؟ قدرت تعيش، البقيه ما قدروا يرتبطوا بقوه بالفوليكولار دنتيتك سيل على الانتيجنز اللي عليهم، لانه الافينيتي تبعهم اقل من هذولا، فهذولا اخذوا مكانهم او انه ما عندهم قدره صار يرتبطوا كثير، فذي اندرجو ابوبتوسس باي انترلوكين 21. هذولا they will not undergo apoptosis by interleukin 21، بالعكس حيستفيدوا منه. Why? Because of the follicular dendritic cell binding، تمام؟ Because they bound to the antigens that are processed by the follicular dendritic cells. وأيضا بالرابطة اللي صارت بينهم بين T follicular helper cells، وأيضا هذول أفرزوا cytokines، أيضا T follicular helper cells بيفرزوا cytokines عشان يحافظوا على هذول. فالمحصلة النهائية نتج عنا فقط البي سيلز ذات هاف هاي افينيتي، البي سيلز ذات هاف هاي افينيتي، سو اكتيفيتد بي سيلز انتر ذا جيرمينال سنتر زي ما دخلوا هون، بي سيلز اندرجو بروفريشن ان ذا دارك زون بلشوا يتكاثروا، اوكي، اند ذي ويل هاف ميوتيشنز اباوت 1000 تايمز مور ذان ذا نورمال سيل ان ذا بودي سبيشالي ان ذا فاريبل ريجن، سبيشالي ان ذا فاريبل ريجن اوف ذا انتي بودي جينز اور ذا اي جي جي جينز، اوكي. ناو ذيس ميوتيشنز ويل برودوس ايذر هاي or low affinity antibodies. Those with high antibodies, high affinity antibodies will bind to follicular dendritic cells. Okay, so they will not undergo apoptosis. Follicular dendritic cells will start releasing interleukin 21, okay, which induce apoptosis of B cells. These B cells will die unless they are rescued by a survival signal, which is a binding of high affinity B cell to the antigens that are found on follicular dendritic cells, and also binding to the follicular helper T cell that is releasing cytokines that will keep these B cells alive. So all low affinity antibody B cells will undergo apoptosis and high affinity will be rescued and will undergo the next step, okay? Now, after these cells are rescued, the second thing that will happen is isotype switching. Isotype switching, as we mentioned before, is the changing of the antibody from IgM state to either IgG or IgE or IgA, okay? IgM, تذكروا إنه IgM في الأصل هو بينتج من مين؟ بينتج من T independent B cell activation. ممكن ينتج من اللي هي extra follicular activation, تمام؟ هذا بالعادة ال B cells اللي بيصير لهم activation إما بالpolysaccharides, تمام؟ بيكون الانتيبادي عبارة الانتيجين عبارة عن polysaccharides بيصيروا يفرزوا IgM بكونوا short lived plasma cells. نيجي هلا اذا صار في عندنا antibody switching او isotype switching. هلا بناء على الارتباط بالT cells, تمام, السيتوكاينز اللي راح تنفرز من التي سيلز, السيتوكاينز اللي راح تنفرز من التي سيلز راح يخلوا هذول الخلايا الباقيه يفرزوا بدال IgM انواع اخرى من الانتيبوديز, راح يخلوهم يفرزوا انواع اخرى من الانتيبوديز. فور اكزامبل, لما يكون عندنا انترفيرون جاما هذا دليل على وجود عندهم فيروسات, تمام؟ احنا في حاله لما يكون في عندنا فيروسات عند ماني بكتيريا, تمام, بهمنا نفرز اي جي جي, and that makes sense. Why? Because اي جي جي اكثر واحد عنده مده حياه من بين الانتيبوديز كلهم, اكثر واحد بضل متماسك تقريبا, بعيش اكثر واحد فيهم للانتيبوديز كلهم 21 يوم اذا ما خانتني الذاكره, تمام. فما انه اكثر واحد فيهم بعيش, تمام, فمهم انه نفرزه وقت ما يكون في عندنا فيروسز وبكتيريا. ليه؟ لانه الفيروسز والبكتيريا الانفكشن باخذ فتره, تمام, ما بيخلص بسرعه يعني, فبهمنا انه نفرزهم. طيب نفترض انه كان الشيء اللي بنحارب الانفكشن ضده هو عباره عن هيلمنثز, راح يكون عندنا انترلوكين 4
وذكرنا وظيفة الانترلوكين 4 في المحاضرة التاسعة أعتقد، تمام، وفي المحاضرة الثامنة. المهم حيكون عندنا انترلوكين 4، فبالتالي T cells will produce different cytokines that will active B cells and enhance them to produce IgE. IgE are important in immunity against helminthes, and also IgE, remember from the second lecture we said that they are important in mast cell degranulation when there is a hypersensitivity reaction. لما يكون عندنا تفاعل حساسية، تمام، بيعملوا degranulation للمست cells. Now sometimes regarding not on the pathogen، هنا طلعنا على الباثوجين فيروسات وبكتيريا، هنا إذا عندنا هلمنثز، مرات مش على الباثوجين، مرات على الموقع. When we are in a mucosal surface we need to produce IgA. So when we want to activate the mucosal immunity, when this B cell is activating in a mucous membrane, cytokines that are produced from T cells will enhance this B cell to produce IgA antibodies, to produce IgA antibodies. So let's read what we have said. Isotype switching in response to different type of microbes is regulated by what? By the cytokines that are produced from the helper T cells, okay? Now polysaccharide antigens, as we mentioned before, they will enhance the B cell to produce IgM. IgM will not be differentiated into another type of antibodies, okay? Simulate mainly IgM and sometimes IgG in a very little amount. يعني في علامة استفهام جزء على هاي الشغلة. Now regarding viruses and many bacteria, helper T cells will produce certain cytokines, okay, will produce certain cytokines that will activate B cells to produce IgG, okay, that will activate B cells to produce IgG. So they will produce the cytokine interferon gamma, okay, T cells will produce cytokine interferon gamma. That is important to isotype switch this cell to produce IgG, okay? Now, if there is a helminthetic infection, T cells, T helper cells will produce interleukin 4 that will induce switching to IgE, okay? And where there, when there is an infection, أو لما نكون في منطقة زي الميكوزال ميمبرين, we want IgA. So, cytokines that are produced from T cells will enhance this B cell to produce IgA, okay? خلصنا أول شغلتين, الأفينيتي ماتوريشن and isotype switching. Let's switch gears to long-lived plasma cell differentiation. Now, after B cells proliferate and they are here undergoing the affinity maturation, تمام, بعد affinity maturation حكينا عن isotype switching when B cells start to produce IgM or IgE or IgA rather than IgM. Okay, they will exit the follicle to form either plasma cells or memory B cells. Now let's speak about the plasma cells. Plasma cells, they are morphologically distinct from the original B cells. طلعوا على شكلهم, يكون شكلهم مختلف, تمام, يكون شكلهم مختلف عن ال B cells. Okay, they are terminally differentiated, means that they will not be converted again into the original B cells, تمام؟ لما يتحولوا إلى plasma cells خلاص هذا آخر تحول إلهم, هذا آخر تحول إلهم. بعد ما يتحول إلى plasma cells, تمام؟ ليش تحولوا طبعاً إلى plasma cells؟ زي ما حكينا فينا الانتراكشن هنا بين ال B cell receptor, تمام؟ بين ال B cell receptor والفوليكولار دندريتك سيل, كذلك بين ال MHC class 2 وال T cell receptor, أوكي, بين ال T cell receptors وال MHC class 2, كذلك ال CD40 اللي بيكون موجود هنا, تمام, في عندنا CD40 هذا بيكون موجود اثناء هاي العمليه. هنا في عندنا CD40 بيكون ارتباط, اوكي, في عندنا CD40 وCD40 ligand. هذول البايندينجز بانها الخليه نجت وكان عندها افينيتي عاليه للانتيجن هنا الانترلوكين 21, ما راح يعملها ابوبتوسس, بالعكس راح تطلع وتتحول لبلازما سيل. اوكي, these plasma cells are long lived plasma cells. What this mean, هذا معناته انه راح يعيشوا فترات طويله, راح يطلعوا من الفوليكل. Okay, they will go to the bone marrow. They will go to the bone marrow, where they are maintained by some cytokines such as BAFF. في البون مارو, إيش هذا السيتوكين بيعمل عليهم في البون مارو؟ راح يخليهم يعيشوا فترات طويلة جدا. Sometimes for 20 or might or may sometimes for 30 years. Okay, فبيعيشوا فترات طويلة جدا في البون مارو. ليش؟ بسبب وجود هذا الباف. تمام, بسبب وجود هذا السيتوكين اللي هو من نوع باف. هذا الباف is an activating factor of tumor necrosis factor family. Okay, فهو من tumor necrosis factor family هذا cytokine.
وفي البون مارو بيخلي البلازما سيلز يضلوا عايشين من 20 ل 30 سنه. البلازما سيلز شو وظيفتهم؟ وظيفتهم تسكريت انتي بوديز. ففي البون مارو راح يقعدوا يفرزوا انتي بوديز and this antibodies will be circulating in the blood. Okay? Typically after 2 to 3 weeks after immunization or with a TDT dependent antigen, لما يصير في عنا هذا هاي العملية تمام بعد يعني أسبوعين ثلاثة من التعرض للإنفكشن بتحصل هاي العملية وبيروحوا البلازما سيلز بيروحوا بعده في النخاع العظم تمام. النخاع العظم بيصير a major site of antibody production. Okay? أنت هدول راح يضلوا عايشين زي ما حكينا 20 30 سنة. They will keep secreting antibodies for months or even years. Okay. عشان هيك هاي العملية T-dependent B-cell activation when it occurs inside the germinal center, inside the germinal center, it will give long-lasting immunity. It will give long-lasting immunity. Okay. يعني المناعة اللي راح تتشكل ضد هذولا مسببات الأمراض لما يصير هذا الactivation راح تكون مناعة طويلة الأمد. تظل 20 إلى 30 سنة هاي مناعة كتير طويلة. إذا فحصنا دم بني آدم تمام. رح نجد عنده مختلف الانتيبوديز. ليش؟ لأنه كل ما يتعرض لانتيجن رح يصير فيه اكتيفيشن لسيرتن بي سيلز تمام؟ وبعض هدول البي سيلز رح يعملوا تي ديبندنت بي سيل اكتيفيشن جوا الجيرمينال سنتر، فبالتالي رح يصيروا عايشين مدتهم 20 30 سنة، رح يعيشوا فترة طويلة بسبب انتقالهم للبوم مارو، تأثرهم بهذا الباف تمام؟ فبضلهم يفرزوا انتيبوديز بعد سنين من وجود الانفكشن. عشان هيك بس نفحص دم واحد رح نلاقي 50% من الانتيبوديز تمام. They are old antibodies جايين من هاي العملية، جايين من هاي العملية. Okay. Half of the antibodies in the blood of a healthy adult is produced by a long-lived plasma cells that are resident in the bone marrow. Okay. خلصنا الشغلة الثالثة. We have finished affinity maturation, isotype switching, producing plasma cells. Now let's speak about memory B cells. What are memory B cells? But before we move to memory B cells, بس ننبه على شغلة plasma cells. What are the changes that occurs in this B cell to change it into a plasma cell. راح يصير شغلتين. الشغلة الأولى هاي B cell أساسية، هاي plasma cell. لاحظوا إنه في enlargement، في the cells enlarged dramatically. Okay. And the ratio of cytoplasm to nucleus will undergo a huge increase. طيب لاحظوا إنه cytoplasm صار فيه كمية كبيرة، وإيش هذا؟ هذا endoplasmic reticulum to produce proteins that are IG. IG proteins تمام اللي هم immunoglobulins. Endoplasmic reticulum becomes prominent زي ما حكينا. لاحظوا حتى التي سيل بس صار لها activation ما صارت بضخامة البي سيلز اللي هم بلازما سيلز اللي صار لهم activation وصلوا مرحلة البي سيلز. ليه؟ لأنه هاي بتفرز antibodies محتاجة cytoplasm أكبر. هاي لا ما بتعمل هيك. وبرضه هلا صرنا بدنا نفرز antibodies. هنا كانوا immunoglobulins receptors على السطح، هنا لا صرنا بدنا نفرزهم، بطلوا receptors على السطح. فبتغير شوية بعملية الترانسكريبشن تمام، تغير شوية بعملية الترانسكريبشن للجينز تبعون الاميونوغلوبيونات. طلعوا هنا في عنا منطقتين من الجينات، في عنا ترانس ممبرين تمام، ترانس ممبرين بارت اوف ذا جين، وفي عنا تيل بيس. هذا اللي بيصير له عملية الترانسكريبشن وترانسليشن، هذا الجين بالإضافة لبقية الجينات بيصير له عملية الترانسكريبشن وترانسليشن وقت ما بدنا نعمل انتيبادي يكون مقحم في الممبرين تمام. في هاي الحالة فطلعوا الجزء هذا جاي من هذا الجين اللي صار له عمليه ترانسكريبشن وترانسليشن هنا، فهذا الانتيبادي كان ملتحم على سطح الخليه البائيه. هلا بس نصير بدنا في البلازما سيلز نفرز الانتيبوديز، بنبطل نستعمل هذا الجين، نصير نستعمل هذا التيل بيس اللي هو راح يطلع لنا هاي المنطقه اللي هي ما بترتبط على سطح الخليه، بالعكس بتساعد هذا الانتيبادي انه يصير سكريتد. اوكي. لاست ثينج جينيريتنج اوف ميموري بي سيلز، وي سيد ذات ميموري بي سيلز هم خلايا بائيه، هم خلايا بائيه صار لهم ديفرنشيشن بس ما وصلوا لمرحله البلازما سيلز. هذولا they keep circulating in the blood، بكون عندهم صار لهم طبعا affinity maturation وصاروا اقوى تمام، بس ما تحولوا لمرحله انهم يفرزوا antibodies. They keep circulating in the blood after the infection is eliminated، بعد ما يروح الانفكشن ويرجع يتعرض الجسم لنفس الانتيجين مره ثانيه تمام، يرجع يتعرض الجسم لنفس الانتيجين مره ثانيه، على طول هذول بتدخلوا بيحكوا لك بدال ما انت يا جسم تعمل مره ثانيه نفس العمليه هاي من اول بعد جديد، احنا جاهزين على طول بنتحول لبلازما سيلز، بكون عندنا افينيتي كثير عاليه. ولما نتحول لبلازما سيلز برضه ممكن انه ندخل هنا على الجيرمينال سنتر ونزيد الافينيتي تبعتنا بزياده، فبنحارب الانفكشن بشكل كثير كبير تمام. وبضلوا عايشين فترات طويله. ليش؟ بسبب وجود هاي ليفل اوف ذا انتي ابوبتوتيك بروتين. اوكي. زي ما حكينا
الميموري بي سيلز وين بيكونوا موجودين؟ اما بيعملوا بالسيركيوليشن، بينتقلوا من لينف نود الى اخرى، تمام، بين ذا بلاد اند ليمفويد اورجانز، واما ذا كي بريزيدنت ان ذا ليمفويد اورجان وير وير ذير جنريتد جنب الفوليكل اللي هم ضلوا فيه، بيضلوا في الفوليكل اللي هم انصنعوا فيها، تمام. They are produced in T-dependent response. أكيد هاي الشغلة. And produced in parallel with memory T helper cells. سيبكم هاي المعلومة بس احفظوها حفظ. راح تفهموا شو هم الميموري helper T cells لما توصلوا للخلايا التائية وتدرسوا عنهم. Okay. The production of large quantities of isotype switching high affinity antibodies is greatly accelerated. متى هذا الإشي؟ لما نتعرض للأنتيجين مرة تانية. تمام. فبصير عندنا isotype switching أقوى من اللي قبل. بصير عندنا high affinity antibodies أكثر. وهذا الإشي بيتم بسرعة كتير. تمام. اوكي، هاي الصوره ملخص اللي حكيناه، نايف بي سيل ترتبط زي ما حكينا هنا، بتنطلق لبرا، بترتبط مع الخلايا التائيه، تمام، بصير لها شويه اكتيفيشن، يا اما بتروح للاكسترا فوليكولار زون تعمل اكتيفيشن هون، تنتج شورت ليفد بلازما سيلز، تنتج اي جي ام، اما بتروح لجوا الفوليكل. جوا الفوليكل راح يصير تعرفنا على تركيب الفوليكل، تمام، في عندنا جيرمينال سنتر، فيها لايت زون برا، فيها فوليكولار دنتيتك سيلز، فوليكولار تي سيلز، وفي هون عندنا بروفيريتنج بي سيلز، في عندنا برا المانتل زون. هنا راح يصير اربع عمليات. اول شيء راح يصير عندنا افينيتي ماتوريشن، الخلايا البائيه اللي على سطحهم اميونوجلوبولينز الافينيتي تبعتهم ضعيفه، ذي ويل اندر جو ابوبتوسس، راح يصير ايزوتايب سويتشنج، الاي جي ام راح يتحول لاي جي جي او اي جي اي او اي جي اي، تمام، راح يطلعوا لبرا، راح ينتج عندنا لونج ليفد بلازما سيلز، راح ينتج عندنا ميموري بي سيلز. اوكي، سو فور ذا ثيرد تايم، اما انه بيروحوا شورت ليفد بلازما سيلز في الاكسترا فوليكولار زون، اما بيدخلوا الجيرمينال سنتر، بيصير لهم العمليات الاربعه وبيتحولوا لا لونج ليفد بلازما سيلز، اوكي، ذات ويل بي ريزيدنت ان ذا بون مارو، او بتحولوا لا ميموري بي سيلز اللي هم راح يتحولوا اذا تعرضوا للانتيجن مره ثانيه بعد ما يصير اليمنيشن للانتيجن المره الاولى، تحولوا على طول لونج ليفد بلازما سيلز وبيعملوا اكتيفيشن احسن بكثير من اول من نبدا بنايف بي سيل. اوكي، خلصنا الحكي عن بشكل تفصيلي يعني عن الجيرمينال سنتر اكتيفيشن، كلمتين بس عن الاكسترا فوليكولار اكتيفيشن اوف كورز اوتسايد ذا جيرمينال سنتر. زي ما حكينا البي سيلز هذول ما راح يروحوا يقعدوا في البون مارو، البلازما سيلز اللي نتجوا ما راح يقعدوا في البون مارو، تمام، لانهم اصلا شورت ليفد في البون مارو، في هناك باف اللي حيخليهم يعيشوا فتره طويله وهم شورت ليفد، فهذا شيء منطقي. They will be generally found in secondary lymphoid organs and in peripheral non-lymphoid tissues. اوكي، بيقعدوا هناك زي ما حكينا. وين موقعهم؟ موقعهم بالميدلر ريكوردز اوف ليمف نودز بين الفوليكلز وبين البارافوليكولار زون، بين الجنكشنز بين تي سيلز زونز، تمام، وفي الريد بالب في السبلين. اذا بنحكي عن السبلين جزء يمشي كثير، طبعا بيكون في عليهم سي دي 40 ليجاند، يعني في تشابهات بينهم بين الاكسترا بين الجيرمينال سنتر اكتيفيشن. اوكي، تمام، مين التي سيلز اللي ساهموا هون؟ اسمهم اكسترا فوليكولار تي هيلبر سيلز. ايش في كمان؟ ممكن يصير كلاس سويتشنج، ممكن يتحولوا هذول الانتي بوديز، مش دائما بيفرزوا اي جي ام، ممكن يصير في عندنا كلاس سويتشنج، بس السوماتيك ميوتيشنز ار لو ريت. اوكي، فطبيعي انه يكون الانتي بودي افينيتي برضه لو. هنا الخلايا البائيه اللي راح تفرز البلازما سيلز دي ار شورت ليفد، ليش؟ لانهم مش قاعدين في البون مارو، ما عم بتعرضوا للباف. اوكي، وفيت اوف بلازما سيلز راح يصير لهم ابوبتوسس في نفس المكان اللي انصنعوا فيه. اوكي، هنا الترانسكريبشن فاكتور هو الفليمب 1. هاي مقارنة جدول، تمام، هتقدر تقرأوه لحالكم، بيلخص الفرق بين الفوليكولار والإكسترا فوليكولار، بين الجيرمينال سنتر أكتيفيشن وبين إكسترا فوليكولار أكتيفيشن. يعني صرنا حاكين كل المعلومات تقدر تستفيدوا منه للمراجعة، تمام. هيك بنكون خلصنا الكونتنت الثاني والأطول في المحاضرة. الآن ما بقي عبارة عن مراجعة لشغلات أخذناها زمان. هلا إحنا أخذنا في المحاضرة التاسعة عن الانتي بوديز، تمام، جبنا سيره الانتي بوديز، ومعظم التوبكس ذي وير ديسكاسد ان ذا ليكتشر 9، بس يعني حنعيدهم على السريع. حنحكي عن ثلاث شغلات. اول شيء شغله اسمها الانتي بودي فيدباك. ايش هي الانتي بودي فيدباك؟ لما يزيد عندنا كميه الانتي بوديز لازم في رساله توصل للبي سيل انه وقفي افراز انتي بوديز، خلص هذول كفايه للقضاء على الانفكشن، بدناش كميه زياده، تمام. ايضا نستذكر الفانكشنز اوف انتي بوديز على السريع، في فور فانكشنز اخذنا عنهم الانتي بوديز الاساسيين، ونتذكر التايبس اوف انتي بوديز، الاي جي ام، الاي جي اي، الاي جي جي، الاي جي اي والاي جي دي. ليتس ستارت سبيكينج اباوت الانتي بودي فيدباك. انتي بودي فيدباك شو اللي بيصير؟ بعد ما تزيد كميه الانتي بوديز، هو نفسه الانتي بودي بعد ما ارتبط على الانتيجن تبعه، تمام، راح يرتبط من الجهه الاخرى. ارتبط هو من وين؟ من الاف اي بي
بورشن، تمام؟ المنطقه اللي بيرتبط فيها على الميكروب اسمها الاف اي بي بورشن. المنطقه السفلى اللي هي ذيل الانتي بودي بنسميها الاف سي بورشن. الاف سي بورشن، الاف سي بورشن على الخلايا البائيه راح يكون لها ريسبتور اسمه الاف سي ريسبتور، الاف سي ريسبتور، تمام؟ فبترتبط بالعكس على الخليه الانتي بودي ارتبط من هون على الميكروب، وارتبط بالعكس من الجهه الثانيه يعني على الخليه البائيه، هكا الخليه البائيه انه خلص هنا قيدنا الميكروب فيش داعي تفريزي انتي بوديز ثانيين. ايضا الميكروب نفسه البروتين انتيجن اللي عليه راح يرتبط بالريسبتورز الموجودين على سطح الخليه البائيه، تمام؟ وعلى سطح الخليه اللي عم تفرز انتي بوديز، يعني حتى الخليه لو وصلها ديفرنشيشن واكتيفيشن بضل شويه على سطحها في شويه ريسبتورز، تمام؟ فبيرتبط على سطحها الانتيجن وهو مرتبط من الجهه الثانيه بالانتي بودي اللي ارتبط فيه، تمام؟ فالانتيجن انتي بودي كومبلكس will bind to the receptor that is on the B cell، وبيحكي للبي سيل برضه انه خلص بكفي. في عندنا two signals that are produced. السيجنال الاولى من الانتي بودي that is bound to the antigen بيرتبط من الجهه الثانيه على ريسبتور، تمام؟ على ريسبتور اف سي ريسبتور. هذا الريسبتور ايش بيكون نوعه؟ اف سي جاما ريسبتور 2، تمام؟ اف سي جاما ريسبتور 2 بي، اف سي جاما ريسبتور 2 بي. احفظوا لانه حنمر بعد شوي على اف سي جاما ريسبتور 1، حنمر بعديها على اف سي جاما ريسبتور 3، اوكي؟ هذا اف سي جاما ريسبتور 2 بي بيبعث اشارات، وايضا بيرتبط الميكروب مع الانتي بودي اللي هو ارتبط فيه اصلا على الريسبتور اللي موجود هنا، وبقول للخليه البائيه انه خلص بكفي، اوكي؟ طيب what are the functions of the antibody؟ First thing neutralizing of microbes and toxins، بقيدوا الميكروبات. يعني على سبيل المثال الميكروب هذا في حاله عدم وجود الانتي بودي دخل على الخليه وعمل فيها انفكشن، في حاله عدم وجود الانتي بودي، في حاله وجود الانتي بودي قيد الميكروب فما دخل على الخليه وما صار في انفكشن، تمام؟ ف it blocks the binding of microbe and infection of cell. برضو ايش ممكن؟ صار في انفكشن بيعمل اذا اجى وشاف خليه صار لها انفكشن له دور برضو انه يمنع سبريدنج لهذا الانفكشن، يمنع الانتقال الانفكشن من خليه الى خليه اخرى، صار هاي الخليه فيها انفكشن انتقلت لخليه ثانيه وبدها تعمل انفكشن، اما مع وجود الانتي بوديز بتنتقل لخليه ثانيه بيجوا الانتي بوديز بتدخل وبيحكوا لها للميكروب وقفي، تمام؟ ومش دائما بس على الميكروبس، مرات على التوكسنز، بتيجي التوكسن بدها ترتبط بخليه وتعملها بتقتلها مثلا induce its necrosis، بيجي الانتي بودي بيحكي للتوكسين لا تعال احنا ماسكينك فيش تضغط على سطح الخليه، اوكي؟ سو الشغله الاولى اللي ممكن تصير هي neutralizing of microbes and toxins. الشغله الثانيه اللي ممكن تصير الاوبسنايزيشن اوف phagocytosis. ايش هو الاوبسنايزيشن؟ اللي هو شغل زي الملح والفلفل على الطعام، بيجوا الانتي بوديز بيرتبطوا بالميكروب، فبتيجي هاي الفاجوسايت اللي بدها تبلعم هاي البكتيريا بتلاقي مرتبط فيه انتي بودي، فبترتبط بيه بتلاقي بالميكروب مرتبط فيه انتي بودي، فبترتبط فيه هاي الشكل اللي هو ميكروب مع الانتي بوديز، بتقدر تبلعم البكتيريا هاي بشكل احسن، يعني بتقدر تبلعم هذا الميكروب بشكل احسن. حكينا عن بعض العمليات اللي بتصير في المحاضره التاسعه في قبل الميد، قلنا بصير في عندنا اكسجين بيرست وبتقدر تهضم كويس، وتذكروا انه هذا الريسبتور اللي ارتبط على الانتي بوديز اللي مرتبطين بالميكروب اسمه اف سي جاما ريسبتور، هذا اف سي جاما ريسبتور 1 اللي بيكون على الفاجوسايت هو اف سي جاما ريسبتور 1. الشغله الثالثه اللي بتصير اللي هي الانتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي. شو اللي بيصير؟ بيجوا الانتي بوديز هذول بيرتبطوا بهاي الخليه اللي هي انفكتد، تمام؟ خليه مش مضبوطه صارت تطلع ريسبتورز مش طبيعيه، فالانتي بوديز بيجوا بيرتبطوا فيهم، فبتيجي الناتشرال كيلر سيل برضه من الجهه الاخرى عندها ريسبتور اسمه اف سي جاما ريسبتور، بس هذا اسمه اف سي جاما ريسبتور 3، اف سي جاما ريسبتور 3، هون اف سي جاما ريسبتور 1 وهون اف سي جاما ريسبتور 2، اوكي؟ الانتي جاما ريسبتور 3 بيرتبط بالانتي بودي من هون، تمام؟ والانتي بودي من الجهه الثانيه بيكون مرتبط بالانفكتد سيل، فالناتشرال كيلر سيل ايش حتعمل؟ It will kill the antibody coated cell، اوكي؟ It will kill the antibody coated cell. ركزوا على انه الريسبتور اف سي جاما ريسبتور 3، اف سي جاما ريسبتور 3، اوكي؟ كيف تقتلها؟ بعض الوسائل يعني سكريز سم انترفيرونز. ايش اسم هاي العمليه؟ اسمها برضه مهم، انتيبادي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي، اوكي؟ الشغله الرابعه بتعمل كومبلمنت اكتيفيشن. ايش وظائف الكومبلمنت سيستم؟ ثلاث وظائف، الانفلاميشن انديوس انفلاميشن، واللايسز اوف مايكروبز بمسق اغلفه الميكروبات، وايضا الكومبلمنت سيستم نفسه بيشتغل كاوبسنايزر. كيف الانتيبادي هون اشتغل كاوبسنايزر؟ ممكن الانتيبادي يحفز الكومبلمنت سيستم، الكومبلمنت سيستم راح يحفز الفاجوسايتوسز يحفز عمليه الاوبسنايزيشن، تمام؟ طيب هذا تلخيص للاف سي ريسبتورز اللي حكينا عنهم. حكينا عن اف سي ريسبتور اول شيء بدينا ب2، وينه
اف سي ريسبتور 2 اللي حكينا هذا الابسيلون عفوا مش هذا اللي قصدنا عليه اف سي هيو اف سي جاما ريسبتور 2 مش مبين شايفه اف سي جاما ريسبتور 2 هذا بيكون موجود على البي لينفوسايتس ليش عشان يعمل فيدباك انهيبيشن حكينا عنه وين حكينا عنه هون تمام فهذا اول واحد حكينا عنه بعدين حكينا على الاف سي جاما ريسبتور 1 اللي بيكون موجود على الماكروفيز والنيوتروفيلز يعني عموما الفاجوسايتس عشان يحفز عمليه الفاجوسايتوسيس تمام يشتغل كاوبسنايزر وفي عندنا الاف سي جاما ريسبتور 3 تمام اف سي جاما ريسبتور 3 اي هذا بيكون موجود على الناتشرال كيلر سيلز لا اجل عمليه الانتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي تمام في غيرهم شويه يعني هذا ممكن الاف سي جاما ريسبتور 2 اي تمام ممكن يكون شويه مهم بيشتغل كاوبسنايزر زي اللي هون في الاف سي في الاف سي ابسيلون تمام الاف سي ابسيلون ريسبتور هذا شو وظيفته هذا له علاقه في الهلمنثز تمام جبنا سيرته قبل الميد يعني من باب التذكير فقط اخر شيء في المحاضره انواع الانتي بوديز عندنا اي جي جي اي جي ام اي جي اي اي جي اي واي جي دي الاي جي ام مع الاي جي دي زي ما حكينا they are antigen receptors of naive B lymphocytes they are antigen receptors of naive B lymphocytes والاي جي ام برضه بيشتغل انه يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم تحديدا الكلاسيكال باثوي تذكروا ان الكومبلمنت سيستم ثلاث باثويز كلاسيكال هو لكتين باثوي والالترناتيف فهو بيحفز الكلاسيكال باثوي اوكي ممكن الاي جي اي بيحفز اللكتين باثوي والالترناتيف باثوي ومثلا جبنا سيره الاي جي اي كان الاي جي اي بيكون موجود على الميكوزال سيرفيسز تمام بيكون موجود على الميكوزال سيرفيسز سواء في الجاسترونتستينال تراكت والريسبيراتوري تراكت الى اخره في عندنا الاي جي اي هذا حكينا وظيفته وين هذا وظيفته في الهايبر سنسيتيفيتي وظيفته ايضا ضد الهلمنثز الاي جي جي هو له الدور الاكبر هو اللي بيعمل فيدباك انهيبيشن اللي حكينا عنها هنا تمام وكذلك له وظيفه في النيونات اميونيتي بينتقل من الام لجنينها بيعمل كروسنج للبلاسينتا تمام بينتقل عبر المشين من الام لجنينها عشان يوفر مناعه للجنين هو اللي بيعمل انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي اللي حكينا عنها وين حكينا عنها هون تمام هاي هي انتي بودي سيلولار سايتوتوكسيسيتي اوكي وبيعمل اكتيفيشن للكلاسيكال باثوي هاي مشتركه الاي جي جي والاي جي ام الاثنين بيعملوا اكتيفيشن للكلاسيكال باثوي اوف ذا كومبلمنت سيستم الاي جي وينه الاي جي اي بيعمل اكتيفيشن لللكتين والالترناتيف باثوي تبع الكومبلمنت سيستم اوكي وظيفته الاخيره اوبسنايزر بيشتغل كاوبسنايزر يساعد على الفاجوسايتوسيس للماكروفيز والنيوتروفيلز هيك بنكون خلصنا محاضرتنا اتمنى انكم تكونوا استفدتوا والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته